أتدري ماذا يقول لك الواحد القهار عندما يأتي عليك الليل لأول مرة في قبرك؟ أتدري ماذا يقول لك؟ أتدري عندما يجن الليل ويرخي سدوله وقد فارقت النوم على السرير لتنام على التراب وتركت الزوجة والأولاد لتنام وحيدا فريدا، يقول لك الواحد القهار: عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا